السلام عليكم. اليوم نقف على مشروع الماركه نتاع السيارات ذات طوابق، يعني فيه 7 طوابق وكبير، يعني من الحجم الكبير يرفد 1100 سياره، واللي يقع ببلديه بير مراد الرئيس، وللعلم فيه 4 مراكن للسيارات تم انشاؤها هذه مده 6 سنوات. انطلق المشروع هذا في بير مراد الرئيس وكذلك في بير خادم وفي شاتو نوف، يعني بأعالي العاصمة بالأبيار، كلها الأشغال انتهت بهم، ولكن هذا المركز ما زال مغلوق. أترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو. السلام عليكم.